السلام عليكم. جالاكسي اس 25 سامسونج تتخذ أول خطوة رسمية تقرب إطلاق هواتف السلسلة. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك وتابعوا الفيديو حتى النهاية. أعلنت مصادر مطلعة أن الشركة الكورية سامسونج بدأت تطوير سلسلة هواتفها الذكية الجديدة سامسونج جالاكسي اس 25 في وقت مبكر، مما يؤكد المعلومات التي تم تداولها سابقا حول هذا الموضوع. وتم الكشف عن هذه الحقيقة بعد أن قامت سامسونج بتسجيل هاتف سامسونج جالاكسي اس 25 ألترا في قاعدة البيانات. وفقا للمصادر، يبدو أن سامسونج تسعى لتقديم تحسينات تقنية كبيرة في سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 25، مما دفعها للبدء في عملية التطوير بشكل مبكر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المتوقع أن تشمل هذه التحسينات تعزيزات في الأداء والكاميرا وعمر البطارية، بالإضافة إلى ميزات جديدة قد ترفع من مستوى التجربة أو تجربة المستخدم. وتعتبر سلسلة هواتف جالاكسي اس واحدة من أكثر السلاسل شعبية ونجاحا في سوق الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن تلقى سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 25 اهتماما كبيرا من المستخدمين والمراقبين على حد سواء. ولم تعلن سامسونج بعد عن موعد رسمي لإطلاق الهواتف الجديدة، ولكن التسجيل المبكر للهاتف في قاعدة البيانات يشير إلى أن الشركة قد تكون أقرب مما نتوقع لإطلاق هذه السلسلة. سأواصل متابعة التطورات الجديدة حول سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 25، وسأوفيكم إن شاء الله بكل ما هو جديد حول هذه الهواتف المرتقبة جالاكسي اس 25 ألترا وجالاكسي اس 25 العادي وحتى البلاس. برأيكم ما هي أبرز وأهم ميزة يجب أن يأتي بها هاتف جالاكسي اس 25 ألترا؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.